نصبح عليكم مرة تانية، وخلونا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليك يا دير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وبسرعة قبل ما تنزلوا على أشغالكم ومدارسكم وجامعاتكم، تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ طبعا من القاهرة، بالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية إنما بسيطة أمام السيارات للي قادم من الجيزة واخد اتجاهه لمناطق وسط البلد. كمان في كثافات أخرى في الاتجاه المعاكس، وده بسبب زيادة أحمال للسيارات. في نفس الأمر المتجه لميدان التحرير ورايح على مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، كمان تظهر كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري. أما نفق الأزهر يشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للي قادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا أو العكس. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لأحمد سعيد. كمان بتظهر كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد للي قادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم، وفي كثافات مرورية للمتجه من منتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو. كمان في كثافات مرورية للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات على الدائري المرجل المتجه من نفق السلام واخد اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. بتظهر بعض الكثافات المرورية على الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للي قادم من الأقاليم ومتجه للقاهرة عن طريق الزراعي. كمان نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي اللي قادم من المعادي ومناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا، إنما في شوارع الجيزة في كثافات أعلى على طريق المحور اللي قادم لميدان لبنان، وده طبعا بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي طبعا بتستمر لحد ميدان لبنان. أما المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة هناك. لو رحنا محور صفت بيشهد كثافات مرورية وبتزيد كمان قبل إشارة جامعة القاهرة. لو رحنا شارع الهرم بدأت طبعا تظهر فيه كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان بتظهر كثافات مرورية إنما متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية بسبب غلق ميدان سفنكس كليا بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بكوبري 15 مايو. كمان عاوزين ناخد بالنا من القادم من أكتوبر إن الطريق الدائري مغلق بسبب أعمال، أو مغلق بالكامل بسبب أعمال توسعة عند المريوطية، والحركة إجباري في نفق حازم حسن ومتجه طبعا لطريق محور 26 يوليو أو محور رود الفرج، وده طبعا بسبب أو سبب زحام كبير على محور 26 يوليو بيزيد مع ساعات الذروة الصباحية. هنروح للإسماعيلية، في شوارع الإسماعيلية هنلاقي فيه هناك سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. كمان طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية هناك، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة المرور أبدا. أما المتجه لبورسعيد فيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل جولتنا، إنما في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات إنما نسبية. هنمشي ونكمل ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، وفي كمان بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات نسبية، وفي كثافات يعني نسبية مكملة معانا على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وناخد بالنا بس ان احنا نلتزم بالتعليمات المرورية، خصوصا ان الصبح بدري بتكون في شبورة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية لينا، فبنحذر بس الناس تاخد بالها على الطرق علشان توصل بسلامة وبأمان. نرجع تاني لمصطفى وهدير نكمل معاهم باقي فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا رب. شكرا لمين.